السلام عليكم، اليوم جاي بكم شرح راست بلس. قبل ما نبدأ يا ريت تشترك بالقناة وتشير الفيديو لأصحابك. ما هو راست بلس أو تطبيق راست الموبايل؟ ثواني، بعضكم مفكر لعبة راست بس على الموبايل، لكن خطأ. تطبيق راست بلس هو تطبيق راح يساعدنا نتحكم براست الكمبيوتر على الموبايل. طبعا هذا التطبيق موجود فقط على الكمبيوتر ولسه ما نزل على الكونسل. مثلا تقدر تعمل بس تكبس زر بموبايلك تشتغل دفاعات اللعبة، بس يبدأ هجوم عليك تجيك رسالة على موبايلك. ولسه تقدر تعمل كثير أشياء بهذا التطبيق، لأنه اليوم راح أشرح لكم تحميل التطبيق، الإعدادات، الربط، خصائص التطبيق، الأجهزة، IFTTT تحميل التطبيق. بالبداية روح على تطبيق جوجل بلاي إذا أنت أندرويد، وإذا أنت iOS أو آيفون ننتقل لأب ستور وحمل التطبيق. بعد ما تحمل التطبيق روح سجل حسابك اللي بستيم، طبعا حسابك اللي يكون فيه راست. بعدها رح يظهر لك أنه ما في سيرفرات مرتبطة. الإعدادات، الشيء الوحيد اللي لازم نشرحه هو اللغة. بالتطبيق تقدر تغير اللغة من الإنجليزي للعربي، وهذا الشيء اللي يميز التطبيق، لأنه هلأ رح نقدر نشوف كل شيء بالعربي. الربط، نروح على راست وندخل على أي سيرفر، ما يفرق أي سيرفر. أول ما تتصل بالسيرفر اكبس سكيب، وبعدها اكبس على راست بلس، اكبس على ربط. فورا رح يجي على موبايلك إشعار، وإذا أنت بداخل التطبيق رح تظهر لك شاشة مشان تربط السيرفر. بالتطبيق اكبس على ربط ورح ينربط تلقائي. خصائص التطبيق، أول ما تربط السيرفر بالتطبيق رح تظهر لك شاشة قدامك تعرض لك اسم السيرفر، عدد المتصلين، عدد الموجودين بالطابور، الساعة باللعبة، آخر وايب ونوع الخريطة. تحت رح تشوف أعضاء الفريق وآخر الأخبار. بالصفحة الثانية رح تقدر تشوف خريطة السيرفر من موبايلك. هاي الخريطة رح تشوفها كل شي تحتاج تعرفه بالخريطة، من المتاجر لصناديق الوقت. والشي الحلو بما انه تعرض لك بالوقت الفعلي، يعني لما تتحرك باللعبة فورا رح يظهر لك بالتطبيق انه عم تتحرك، طبعا تمشي على باقي فريقك. يعني مثلا انت رايح تشرب مي او تاكل، تقدر تفتح التطبيق وتشوف صديقك ايش بيسوي، هذا وين رايح، هذا وين اجا. مثال ثاني، تقدر تشوف المتاجر ايش تبيع، تقدر تشوف متجرك اذا حدا بيشتري منه، وكثير اشياء ثانية. بالصفحة الثالثة راح تشوف الدردشة، هون راح تقدر تدردش مع أصدقائك وتقدر من التطبيق تكتب لهم وتصير بيناتكم صلة، مثلا إيش صار بالبيت، في شي ما في شي وإلى آخره. طبعا لما تكتب راح يرسل بدردشة الفريق، يعني ما راح تروح بالعام وما راح تقدر تحولها للعام. الصفحة الرابعة، صفحة الأجهزة المرتبطة، هون راح تقدر تغير جميع الأجهزة المرتبطة بالاسم والصورة، وراح تقدر تتحكم باللعبة من موبايلك. الصفحة الخامسة، راح تقدر من خلال هاي الصفحة تشوف كاميرات المراقبة الموجودة بالخادم، بس لساها بالوضع التجريبي، ما راح تقدر تشوف كل شيء بأدق التفاصيل. نروح على اللعبة ونحط الكاميرا، أنا راح أحط كاميرتين، بعدين نتأكد أنهم موصولين بالكهرباء. هلأ لازم نختار لهم كود مخصص، اختار شيء صعب، مثلا اسمك وكم رقم، أنا راح أحط أرقام بس لنجرب طبعا، أنت حط شيء صعب، لأنه إذا أي أحد حط هاي الأرقام راح يقدر يشوف كاميراتي، لهيك تأكد يكون الكود صعب، بعدين لازم أطلع من اللعبة مشان أقدر أشوف الكاميرات. هلأ نجرب. بس لازم أغير الصورة للكاميرا الجديدة. اوكي شوفوا الكاميرا الجديدة نقدر نتحكم فيها، طبعا خبرتكم انه الجودة لساها بالوضع التجريبي، ويعني هاي ما تعتبر جودة، لكن بداية كويسة من اللعبة. الأجهزة، في قطعتين راح تخلينا نتحكم من خلال تطبيق راست بلس بالوقت الحالي، الانذار الذكي والتبديل الذكي. في شرح كامل عن الكهرباء، الرابط راح اتركه بالوصف. الانذار الذكي راح يرسل لك اشعار على موبايلك اذا اشتغل، طبعا في اكثر من طريقة نقدر نستخدم فيه لنخلي يرسل لنا الاشعار. تروح على اللعبة وتحطه، طبعا يلزمك 395 سكراب بالطاولة الثانية، او تقدر تلاقيه بصناديق الوقت. هلأ تجيب السلك الكهربائي وتظل كابس حرف E، راح تشوف انه تقدر تربطه بالتطبيق.
أول ما تكبس على ربط رح يجي إشعار إنه بدك تربطه بالتطبيق. وإذا انتبهت في خيار ثاني لتعديل الرسالة اللي رح تجيك على موبايلك لتنبهك، مثلا البيت بحالة الهجوم أو شي من هذا القبيل. طبعا مشان يتفعل الانذار الذكي لازم تجيه طاقة، لهيك في طريقتين سهلة نقدر نرسل الكهرباء للجهاز. الطريقة الأولى عن طريق المستشعر، الطريقة الثانية عن طريق الليزر. طبعا هاي الطريقتين من أسهل الطرق. يعني نبدأ بالمستشعر. يلزمك المستشعر واللي تقدر تتعلمه بالطاولة الثانية ب 245 سكراب. المستشعر راح يشتغل إذا كان في لاعب قريب منه، تقريبا 4 مربعات. تقدر تعمله بأسهل طريقة وأرخص شيء من خلال المستشعر. يلزمك الإنذار الذكي ب 395 سكراب، والمستشعر ب 245 سكراب، وكمان لوح الشمس ب 115 سكراب، وبالطاولة الأولى وبس. تروح تحط الطاقة الشمسية. بعدين تحط المستشعر بمكان مخفي عشان ما أحد يقدر يشوفه ويلاحظه. وبالأخير الإنذار الذكي، هذا مهم تحطه بمكان آمن، مثلا جنب التي سي أو بغرفة الكهرباء، يعني يكون آمن مكان بالبيت، لأنه إذا انكسر خلاص ما رح يرسل لك الإشعار. تروح توصل الطاقة بالمستشعر. وبعدين توصل المستشعر بالإنذار. بهاي الطريقة إذا المستشعر شعر بأي شيء حواليه رح فورا يرسل إشارة كهربائية للإنذار، واللي رح يرسل رسالة للموبايل. تأكد إنه المستشعر يكون على هذا الخيار، واللي تقدر تغيرها بس تشيل المطرقة رح تقدر تختارها. طبعا من خلال هاي الخطوة رح أخلي أي شخص ما عنده التي سي رح فورا يستشعره، والناس اللي عندهم التي سي ما رح يشعر عليهم. الطريقة الثانية عن طريق الليزر، واللي راح تكون نفس الطريقة لكن عن طريق الليزر، اللي تقدر تعمله بالطاولة الثانية ب 470 سكراب. طبعا هاي الطريقة أغلى من الطريقة الأولى، لكن مو غلط إنه نشرحها. توصل الكهرباء بالليزر والليزر بالإنذار الذكي. أي شخص يمر من خلال الليزر رح يرسل كهرباء للإنذار، واللي رح يرسل لك إشعار على موبايلك. القطعة الثانية التبديل الذكي، واللي هي عبارة عن كبسة الضوء الموجودة بكل بيت. في إلها نوعين باللعبة، التبديل الذكي والتبديل العادي. التبديل الذكي رح نقدر نستخدمه بتطبيق راست بلاس، واللي تقدر تتعلمه بالطاولة الثانية ب 415 سكراب. هاي من خلالها رح تسمح لنا نفتح الأبواب ونسكرها من تطبيق راست، أو نشغل الأضوية ونطفيها. أو نقدر نستخدمها إنه نشغل دفاعات البيت، وتقدر تستخدمها بكل شي تقدر تعمله بالتبديل العادي.
لكن بالتبديل الذكي راح يكون موصل بموبايلك على عكس العادي. إذا بدنا نشغل الدفاعات من خلال التطبيق بسهولة، نوصل الكهرباء بالتبديل الذكي. وبعدين نوصل التبديل بالتورتات. هلأ نروح على التبديل الذكي ونوصله بالموبايل، وبنفس الطريقة تظل كابس حرف الإي تعمل له ربط. هلأ إذا كبست بموبايلك على التبديل الذكي رح يشتغل التوريت. طبعا بالتبديل الذكي تقدر تشغله عن طريق موبايلك أو تقدر من خلال اللعبة تشغله، يعني يشتغل بالطريقتين، وبهذا الشكل رح تقدر تستخدمه بكل شي باللعبة. تقدر تفتح الأبواب، شغل الأضوية، وكثير خيارات تقدر تعملها بهذا التبديل الذكي. هلأ رح نتعلم آخر طريقة نقدر نستفيد منها بهذا التطبيق، والباقي رح أترككم أنتم تستكشفونه. طبعا رح نزل سلسلة الكهرباء على القناة، رح نتعلم فيها جميع الطرق اللي ممكن نستخدم فيها الكهرباء باللعبة ومن خلال تطبيق راست بلاس. لهيك لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل الجديد. طريقة انه اذا حد كسر الطاقة الموجودة بالبيت، ما تفرق اذا كانت الشمسية او الهوائية، راح نخلي الانذار الذكي يرسل لنا اشعار على موبايلنا. مشان نعمل هذا الشيء يلزمنا مولد الطاقة، ما يفرق طاقة شمسية او هوائية، البطارية، فرع الكهرباء، المانع، الانذار الذكي. تحط الطاقة الشمسية على السطح او اي مكان، بس المهم تكون توصلها الشمس. البطارية بغرفة الكهرباء أو أأمن مكان بالبيت، فرع الكهرباء والمانع، وما ننسى الإنذار الذكي. وصل الطاقة الشمسية بفرع الكهرباء. بعدين مخرج فرع الكهرباء بالبطارية. هلأ وصل مخرج البطارية بالمانع. بعدين وصل المخرج الثاني من الفرع بالمانع. وبهذا الشكل بالأخير وصل مخرج المانع بالإنذار الذكي. هلأ إذا أي أحد كسر الطاقة الشمسية، فورا رح يشتغل الإنذار ويرسل لنا إشعار على موبايلنا. كمان في كثير طرق تقدر تستخدمها بهذا التطبيق، راح اشرحها بعدين بسلسلة الكهرباء. IFTTT. نروح على الاعدادات وراح نشوف بالبداية خيار الـ IFTTT. هذا راح يسمح لنا انه نخلي بيتنا الحقيقي يتفاعل مع راست. مثلا اذا كان عندك بالبيت اضوية تشتغل بالذكاء، تقدر تخلي مثلا اذا صار هجوم على بيتك اللي براست، فورا تصير غرفتك باللون الاحمر مثلا، او باللون الاصفر، او بالRGB، او شيء من هذا القبيل. طبعا في كثير اشياء ثانية، مثلا انه تجيك رسالة على الديسكورد، او مثلا يجيك اشعار اذا حدا قتلك، تقدر تكتشفها بنفسك وتعرف المزايا اللي راح تقدم لك اياها. بالنهاية معانا هذا كل شيء لازم تعرفه عن تطبيق راست بلاس، وهيك وصلنا لهذا الفيديو. لا تنسى تشارك هذا الشرح لأصحابك. يلا سلام.